بس ايش المطلوب؟ ما مطلوب منك شيء طيف. يعني اعتقد الواحد المفروض بهيج موقف يقول مبروك. مبروك. اقدر اخطيك بشيء ثاني؟ اقوم اهلهل؟ اطش الشوكليت؟ انت شنو من بشر؟ يعني احنا محترميك وجاييك بشقتك حتى نعزمك على عرسنا، اسمع منك هذا الحكي؟ ايش تريد تسمعي؟ سنين احنا سوا انتم قبلين من وراي. قبلين شنو؟ انا وسامر واحد يحب الله وراح نتزوج على سنة الله ورسوله. وبعدين اذا فكرنا نعلن او ما نعلن هذا الشيء راجع لنا. وزمالتك ويانا مو معناته لازم تعرف عنا كل شيء. بس صار الزماله؟ من يوم يومها زماله. ما تحكي. احكي سامر. احكي ليش ساكت؟ قول لي الحكي اللي حكيناه وحيطان هالغرفه تشهد عليه. احكي ليش ساكت؟ علاقتي بندى كانت قبل لا تفكر بالموضوع اصلا. ليش ما قلت لي هالحكي بوقتها؟ سامر احنا ما مضطرين ابدا نبرر اي شيء. طيف هاي دعوة الزواج. حبيت تجي اهلا وسهلا، ما حبيت تجي بكيفك بعد. يلا سامر.